ويرفع الستار على الطبعة 11 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي تحت شعار المسرح فضاء للتواصل. نشاركوا بفرقة فنون إبداع الخشبة. هذه الفرقة اللي إن شاء الله ستدخل المنافسة بمسرحية الرسالة، وهي بالأمازيغية يقولها تكاغدا، تكاغدا هي الرسالة، وهذه تهدف إلى التماسك الاجتماعي وكذلك الميراث والأخوة. وككل مرة باتنا ترحب بهذه التظاهرة وتكرم وجوها فنية وإعلامية رافقت الحدث. سهرة أمس افتتحت بتحفة الصحراء يا درار بعرض قدمته فرقة تيميمون يحكي عن رسالة أب تركها لأبنائه بعد وفاته. حاولنا نجسدوا عمل أصل المنطقة ومستنبط من الواقع الحقيقي للمنطقة. الابن الأكبر في المسرحية بعد الوفاة تاع الوالد تاعي نتقمص الدور تاع أني نلعب دور الأب، مي الاخ الاصغر تاعي يقتلوا الطمع وقعوا منا، ونحاول نهديه باللي يدير في باله باللي حنا رانا خاوه قبل ما نكون انا الاخ الاكبر اللي نتحكم فيه. 16 عملا يتنافسون على لقب احسن عمل مسرحي في منافسه ستعرف ايضا تتويج احسن دور رجالي، احسن موسيقى، واحسن سيناريو، وهذا الى غايه 11 فيفري.